وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الأكبر في تاريخ دولة الكويت بقيمة تجاوز 345 مليون دينار ولمدة 4 سنوات بالتعاون مع الحكومة الصينية. ويأتي هذا المشروع ترجمة للاتفاقيات التنموية المبرمة مؤخرا بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، ويتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار والمياه المعالجة بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدشن عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني الأكبر في تاريخ دولة الكويت بقيمة تجاوز 345 مليون دينارا ولمدة 4 سنوات بالتعاون مع الحكومة الصينية. أحد مشاريع خطة التنمية ومشاريع الكبيرة في موقع جنوب سعد العبدالله، هذا المشروع بقيمة 345 مليون دينار سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي الطرق الرئيسية وخزانات الأمطار والبنية التحتية للشبكات الطرق الرئيسية في نهاية 27. مشروع الجنوب سعد العبدالله الإسكانية، لأن هذا يعتبر يعني الإنجازات الجديد للتعاون العملي بين الصين والكويت، لأن في أثناء زيارتي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل في سبتمبر الماضي لقد وقعت سبع وثائق تعاوني بما فيه يعني في مجال مدن الإسكانية. المشروع يأتي ترجمة للاتفاقيات التنموية المبرمة مؤخرا بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، ويتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار والمياه المعالجة بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني. نضع حجر الأساس لمشروع كان حلم وتحقق ولله الحمد، وبإذن الله راح تكون للجنة الإسكانية ونواب الأمة متابعة حثيثة ودقيقة على إنجاز هذا المشروع بمدة العقد المحددة. اليوم نرى ويرى المشروع بداية النور. اليوم مثل ما احنا موجودين في هذا المشروع المؤسسة، هناك فريق آخر يقوم بالتوزيع على المشروع. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تم توزيع ما يقارب 11,000 وحدة سكنية من المشروع. الرعاية السكنية تتعاون مع الوزارات الخدمية لتسليم القسائم السكنية للمواطنين بالتزامن مع إنجاز البنية التحتية للمشروع. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدشن أكبر عقد في تاريخ دولة الكويت لإنجاز البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله، ذلك المشروع السكني الذي يحوي 24,000 وحدة سكنية على طريق الإسراع في توفير المسكن الملائم للمواطنين. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.